السلام عليكم المشاهدين، كدايرين؟ لاباس عليكم، هانيين، اموركم بخير وعلى خير. كدايرين الامهات؟ لاباس عليكم. والبنات كدايرين؟ بخير، هانيين، وليداتكم بخير. نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه ان شاء الله وبصحه جيده. اليوم باذن الله اختكم غتشارك معكم، يعني غنعجن شويه ديال الملاوي، يعني بساط الملاوي كيف كندير لهم ديما. نتمنى يعني بغيت نشاركهم معكم، نتمنى يعجبوكم وتبعوا معايا ان شاء الله الطريقه. هنا درت غير الطحين ديال الفورص والطحين ديال القمح غربلتو، خديت الطحين ديال الزرع غربلتو بالغربه الرقيق، خديت منه غير ديك الدقاقه ديال السفره والفورص. درت هنا شويه الملحه، شويه ديال الخميره ديال الحلوه، وشويه السكر، يعني معلقه ديال سنيده. وهنا الماء دافي، غنعجن ان شاء الله عجينه عاديه وبسيطه كيف كنعجنو المسمن، وان شاء الله تبعوا معايا الطريقه. بسم الله، الميه دافيه صافي، غنبدا نعجن عجينه عاديه ليكم مزيان. صافي البنات، هنا راه تعجنت العجنه مزيان، غنغطيها ونخليها تطلق مزيان ونرجع معكم. صافي هنايا راه خليتهم يعني تطلقوا مزيان، غطيتهم وخليتهم هنا تطلقوا شويه. صافي وغادي نبدا دابا هنا البلاطو. هنا عندي السميده رقيقه، وهنا درت الزيت والزبده، الزبده ما ذوبتهاش يعني خليها بيديه هي والزيت. صافي وغادي نبدا معكم ان شاء الله. بسم الله، خليتها تطلقات مزيان.
نجمع بحال هكا هاد البلاط بشويه ندوز الزيت ندهن يديا صافي نبدا بسم الله نقطع بحال هكا هذه الطريقه ديالي نتمنى تعجبكم ندير ويا صغار باش يوجدوا صافي البنات بحال هكا وانا غنبدا دابا هنا غنبدا بهذيك اللي قطعت الاولى كتكون طفات نبدا هكا الزبده الزيت نبدا نقرص بسم الله العجينة راه مطلوقه نصفها مزيان صافي ندهنها بالزبدة زيت راه السميده صافو طويها تجي نطويها بحال المسمنه طويها الجهه الاخرى نعاود نرش عليها تاني شويه الزيت الزبده نرش تاني السميده صدقوني هاد المليويات بالطحين ديال الزرع تيجيو زوينين صافي نجرب ندير السميده ونطوي يجي وشاش هانتوما البنات بحال هكا غنحطها تطلق شوية عاد نجمعها بدل الأخرى نتمنى تكون الصورة واضحة تبان ليكم مزيان ما تيجيوش مدايرين مزيتين وكيجيو هشاش وزوينين نطلق العجينة مزيان هاكم مخلاش غليظة تطلق العجينة مزيان ندهن عاوتاني بالزبدة الزيت و السميدة رقيقة نطول كنطول بحال المسمنة هاكا نرش عاوتاني السميدة ندهن الزبدة و نطويها هانتوما بحال هاكا نرش السميدة و نطوي نخليها واحد شويه نجمعها
نخبي هنايا هذيك الاولى غنجمعها هاكا نقرص شتي بحال هاكا ونخليها باش تطلق عاوتاني. هادوك الاولين غنتبعهم وحده مور وحده هانت باش كتبقى محلوله ديك الدوره. كنتروجك عليهم تيجي بهذا الشكل. غادي نحطها ونخليها تطلق هانتوما صافي. غنكمل هادو بالتكراس نديرها باقا مطلقاتش. كمل هادو بالتكراس ونرجع معاكم ان شاء الله. هانتوما انا نقرصها دوك اللي طلقوا مزيان اللي طاعوا هما اللي غادي نقرص نبدا بهم. شفت التليفون بيدي حدا بغيت نوريكم. نبقى نقرص غير بشويه باش يبقاو محلولين هاكا غير ست قريصه صافي. غنرميها في المقله هي المقله دابا كتسخن صافي. صافي هنايا قرصت كلشي شعلت على المقله هي سخنات صافي. غادي نقرص هادو هكا في القصريه شويه غنست قريصه ما نقرصهاش حتى تولي رقيقه. نقرص ونبدا نرمي نيشان في المقلة ونطيب. نرش هنايا شويه المقلة في الزيت بسم الله. هذا تبدا تشد راسها كنقلب درتو مع صغار باش يجيو زوينين. هي كطيب وانا كنحرك فيها باش كتجي باش كتحل يعني كتجي هشيشة بحال هكا. ناقصة عليها البوطة مبغاتش ندير البوطة وجهدا باش يطيبو يجيو مطرمشين يعني يجيو مقرمين محمرين هكا مذهبين. صافي هنا البنات هادي راه طابت شتو هي راه طابت من جوج جوايع هانتوما سخونه غنحيدو ونرمي الاخرى حتى هي. زيت راه غير شويه راه ماشي غير كنرش غير ماشي مكرش جديدان بزاف هنا حيت انا قرصتهم بالزبده وهذا غير شويه كنرش هذيك زويده باش يطيبو ما يلصقوش وهذا وصافي يجيو مذهبين وصافي. نقلب هادي حتى هي صافي نحركها نخليها طيب انا هاكا ان شاء الله تنكمل. نرش هاكا المقلة مزويته
أول مسمن اللي شاكت معكم أخواتي بعد ما طاب كيفاش جا هانتوما شوف كيفاش جا راه كيجي حلو هذا هو الملوي شوف كيفاش كيجي باقي سخون نتمنى يعجبكم شركة كل ورقة كتجيب بوحديتها هانتوما ها كيجي وريكم كيفاش جا نتمنى يعجبكم هذا الملوي اللي شاركت معكم خاتكم اللي شاركت معكم الى عجبكم ان شاء الله ديروا اشتراك للقناه باش ديما يوصلكم الجديد مع خاتكم وشكرا ونتمنى ان شاء الله يعني تشتركوا باش ان شاء الله هاد القناه ان شاء الله تزيد بكم غتزيد ان شاء الله القدام وان شاء الله نتمنى تنجح القناه ديالكم الاخوات نتمنى يعني تشتركوا باش ديما يوصلكم وديروا لايك وديروا ضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد مع خاتكم ان شاء الله وشكرا الى فيديو اخر ان شاء الله.